نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة تصل إلى 24.9% لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه مقارنة ب 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، وموضحة في نفس الوقت أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.